بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم اعزائي الطلاب الى مقرر هندسه المرور والتخطيط للنقل. هذا المقرر يعطى لطلاب المستوى الثالث تخصص هندسه مدنيه يحتوي هذا المقرر الالكتروني على 12 لقاء يلقيها عليكم مدرس مساعد محمد عبد الله العمودي ماجستير هندسه مدنيه عضو هيئه التدريس المساعد بقسم الهندسه المدنيه بجامعه العلوم والتكنولوجيا. في البداية اعزائي الطلاب سوف ناخذ لمحة سريعة عن وصف المقرر. يغطي هذا المقرر اعزائي الطلاب عددا من المواضيع الاساسية المتعلقة بمقرر هندسة المرور والتخطيط للنقل حيث يشمل ما يلي: اولا تقديم المعرفة العلمية للطلبة الدارسين عن اسس ومبادئ هندسة المرور والنقل على شبكة الطرق بانواعها المختلفة وعلى التقاطعات بكافة اشكالها. لجميع مستخدمي الطرق كالمشاه والراكب وسائقي العربات كما ان هذا المقرر يعطي اهميه واهتماما خاصا بموضوع تصميم التقاطعات ومواقف السيارات ثانيا يحتوي هذا المقرر على تعريف الطلبة بعدد من تصاميم المسوحات الميدانية للحصول على معلومات بغرض استخدامها أعزائي الطلاب في تقييم الحركة الانسيابية لوسائل النقل على شبكة الطرق وطلبات التنقل ووسائل ووسائل تنفيذها حالياً ومستقبلاً. بالإضافة لتدريب الطلاب على عملية تخطيط النقل بأنواعها واستخدام تقنية البرمجيات في ذلك مخرجات التعلم مقرر هندسة المرور والتخطيط للنقل يهدف على أن يكون الطالب قادرا على واحد يعرف طرق دراسة خصائص انسياب الحركة المرورية حاليا ومستقبلا اثنين يحدد طرق جمع المعلومات وتصميم المسوحات للنقل والحركة المرورية ثلاثة يحلل المعلومات التي تم جمعها ميدانيا عن طريق المسوحات للنقل والحركة المرورية ورابعا يصف تصنيف الطرق والتقاطعات وخامسا يظهر المعرفة والفهم بطرق التصميم والتقييم للطرق والتقاطعات بأنواعها ايضا من مخرجات التعلم بعد الانتهاء من هذا المقرر الالكتروني لماده النقل والمرور سيكون الطالب قادرا على: يحدد طرق تصنيف شبكه الطرق وتصميم التقاطعات. اثنين يبين طرق تنفيذ المسوحات لجميع المعلومات الميدانيه. ثلاثة يبتكر الحلول الجديدة لحالات التشغيل المروري الأمثل البعيد عن الاختناقات والحوادث المرورية. رابعا يوضح احتياطات التنفيذ لتشغيل الطرق والتقاطعات. وخامسا يحلل مكونات نظام النقل وعناصر تشغيل التقاطعات. وأخيرا يكون الطالب قادرا على أن يستخدم التقنيات الهندسية الحديثة في تطبيقات الهندسه المدنيه. الساعات التدريسيه للمقرر يحتوي هذا المقرر على 3 credit hour ثلاث ساعات كحد ادنى تتوزع ما بين 2 hour theoretical and 1 hour exercise موزعه ما بين ساعتين في الجانب النظري وساعه في جانب التمارين. المقررات ذات الصلة بمقرر هندسة مرور والتخطيط للنقل، أعزائي الطلاب توجد بعض المقررات السابقة لهذا المقرر وهي مادة الماثماتيكال ستاتكس وبعض المقررات اللاحقة لهذا المقرر وهي عبارة عن مقرر الرود انجينيرينج المراجع العلمية للمقرر توجد ثلاثة مراجع علمية لمقرر هندسة المرور والتخطيط للنقل هي على النحو التالي: أولاً مرجع كتاب تخطيط النقل والمرور للأستاذ الدكتور علي عبد المنعم حسن، كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. المرجع الثاني هندسة النقل والمرور للأستاذ الدكتور محمود توفيق سالم، كلية الهندسة جامعة أسيوط. وثالثا كتاب هندسه المرور والتخطيط للنقل للمهندس محمد عبد الله العمودي كليه الهندسه جامعه العلوم والتكنولوجيا. وهذه عباره عن صوره المرجع الرئيسي لهذه الماده. وهو كتاب هندسه المرور والتخطيط للنقل. Traffic Engineering and Transport Planning. الأنشطة المصاحبة لهذا المقرر هي على النحو التالي: lecture محاضرات يتم توزيعها ما بين theory and principle examples و بعض الاختبارات الفجائية للطالب خلال المحاضرات. أيضا research يكلف الطالب ببحث ميداني عن شبكة الطرق الموجودة في أمانة العاصمة. بالاضافه الى الاكسرسايز وهي عباره عن مجموعه من التمارين تعطى للطالب خارج نطاق النطاق الزمني للجزء النظري لهذه الماده. مفردات المواضيع التي سوف تؤخذ في هذا المقرر عزيزي الطالب هي تسعه مواضيع وهي على النحو التالي: الموضوع الاول مقدمه في علم هندسه المرور والتخطيط النقل وهذا هو عباره عن موضوع اللقاء الاول الذي سوف نتطرق اليه بتفصيل واضح وسلس. ثانيا اسس ومبادئ الانسياب المروري على الطريق. ثالثا دراسه انسياب حركه سير وسائل النقل كوحدات مجتمعه. ورابعا دراسه انسياب حركه وسير وسائل،, وسائل النقل كوحدات منفردة. خامساً: تقنيات ووسائل إدارة وتنظيم حركة السير. الموضوع السادس: تصميم التقاطعات بأنواعها. والسابع: مكونات نظام النقل ودراسة حاجات المجتمع للتنقل. والموضوع الثامن: وهو نموذج تولد الرحلات وتوزيعها وتخصيصها. بالإضافة إلى آخر موضوع ويعتبر من المواضيع الهامة في هذا المقرر وهو أثر النقل على البيئة والمجتمع. طريقة الحصول على المقرر عزيزي الطالب للحصول على محاضرات مقرر هندسة المرور والتخطيط للنقل بما تحتويه من فيديوهات تعليمية وعروض تقديمية وأيضا الأنشطة والتكاليف المتعلقة بهذا المقرر يتم زيارة نظام إدارة التعلم الـ LMS على موقع جامعة العلوم والتكنولوجيا الجمهورية اليمنية. اللقاء الأول مقدمة في علم هندسة المرور والتخطيط للنقل مخرجات التعلم للقاء الأول يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن تشرح تاريخ نشأة الطرق. اثنين، توضح بداية ظهور علم هندسة المرور والتخطيط للنقل. ثلاثة، تعرف علم هندسة المرور والتخطيط للنقل. وأخيرا، توضح مهام الجهات ذات العلاقة بهندسة المرور للحد من خطورة الطريق. المتمثلة في حوادث السير. محتويات اللقاء الأول مفردات ومحتويات اللقاء الأول هي على النحو التالي: مقدمة حول شبكة الطرق قديما وحديثا خطورة شبكة الطرق والنقل مقدمة حول تاريخ النقل وتنظيم المرور بالإضافة إلى مفهوم هندسة المرور وتخطيط النقل أيضا يحتوي هذا اللقاء على استرجاع سريع المفردات اللقاء في نهاية هذا اللقاء بالإضافة إلى استعراض مهام وتكاليف اللقاء التي يكلف بها الطالب تاريخ النقل وتنظيم المرور أعزائي الطلاب كان الإنسان دائما حكيم نفسه حيث تولى إدارة حياته بعقله ودورها وكما توفر لديه من إمكانيات على مدى كل حقبة زمنية عاش فيها إن بداية إنشاء الطرق كانت منذ فترة طويلة قبل الميلاد في العصور الحجرية فيقال أنها ظهرت في بلاد ما بين النهرين ما يقارب عام 3500 قبل الميلاد وهناك من يقول بأن الطرق ظهرت في مصر القديمه حيث توجد علامات واستدلالات مختلفه على ذلك خلال فتره بناء الاهرامات ما بين العام 2000 و3000 قبل الميلاد ولكن بدايه ظهور هذه الطرق كانت عباره عن ممرات ومسارات ترابيه تربط بين منطقتين وتميزت هذه المسارات بانها قصيره وسهله وايضا امنه وهذه الصورة توضح عزيزي الطالب استخدام الطرق والممرات الترابية للتجارة حيث كانت القوافل تنطلق من مدينة إلى مدينة أخرى بغرض التجارة، أيضا توضح الصورة الثانية عملية استخدام هذه الطرق والممرات الترابية في عملية الترحال من منطقة إلى منطقة أخرى بحثا عن الماء والمأكل. أما المصريون القدامى فقد برعوا في بناء الطرقات وتحديد مساراتها ومثال على ذلك بناءهم للطرق المرصوفة التي استخدمت في نقل الأحجار الضخمة من المحاجر إلى مواقع بناء الأهرامات والصورتين التاليتين توضح بشكل مبسط الممرات والمسارات التي كانت تعبد بغرض عملية نقل الأحجار من الكسارات والمحاجر إلى أماكن بناء الاهرامات كما هو موضح في الصورة الطرق قديما كانت ترس بالقطع الحجرية والبعض يقول ان هناك مؤشرات وادله تاريخيه على انهم كانوا يستخدمون نوعا من الطوب المحروق في عمليه رصف الطرقات وبالتالي عزيزي الطالب فان وجود طريق تيسر عمليه التنقل هي ليست فكره حديثه ابدا وانما هي فكره قديمه جدا ترجع الى ما قبل الميلاد والصور التاليه توضح عمليه الرصف الحجريه التي كانت تستخدم قديما لتحديد المسارات والممرات لسهوله عمليه التنقل ايضا الصوره المجاوره توضح طبقات الرصف التي استخدمت في بعض الطرق وذلك حتى تكون هذه الطرق ذات مقاومه عاليه للعوامل الجويه المختلفه وهنا يجب التنويه بان بدايه النصف الثاني من القرن الثامن عشر والذي يعتبر بدايه نهضه الطرق حيث بدا التفكير في انشاء طرق لها قدره عاليه تتناسب مع قدره الاقتصاد حيث تم البدء باستخدام الصخور اللازمه لانشاء طبقات الرسم وانتهاء بالاسفلت والخرسانه وذلك بغرض تسهيل عمليه تنقل كافه انواع المركبات المستخدمه في عمليه انجاز الرحلات اليوميه. والصور التاليه عزيزي الطالب توضح عمليه شك الطرقات وعمليه رصفها ومن ثم عمليه فرد الاسفلت عليها حتى يتم دخولها الى الخدمه واستخدامها من قبل مستخدمي الطريق لسهوله عمليه التنقل من منطقه الى منطقه اخرى وبالتالي قطع الرحلات في اكثر مده زمنيه ممكنه تعد هندسة المرور من أحدث الاختصاصات الهندسية على مستوى العالم حيث بدأت في العام 1955 حيث أن هذا العلم يعتبر علم حديث جدا وقد تطور بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لارتباطه بالبنية التحتية للمدن حيث يعتبر النقل عنصرا هاما للحياة خصوصا مع التوسع العمراني في المدن نتيجة لزيادة عدد السكان مما ترتب عليه نمو الحركة والتنقلات داخل المدن وبالتالي زيادة الطلب على الرحلات اليومية التي تلبي احتياجات مستخدمي الطريق لذلك كان من الضروري توفير وسائل النقل المختلفة لتحقيق الاهداف التالية نقل الطلاب إلى المدارس والجامعات والمعاهد، نقل الموظفين إلى أماكن أعمالهم، نقل البضائع من المصانع والحقول إلى الأسواق ومن ثم إلى المستهلك. عزيزي الطالب بالنسبة للجمهورية اليمنيه فقد تطورت شبكة النقل فيها بشكل كبير نتيجة للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان في المدن والقرى والمحافظات. لذلك ظهرت مشاكل مرورية مثل الازدحام المروري تلوث بيئي وضعف في السلامة المرورية على شبكة الطرق متمثلة بالحوادث المرورية ونذكر إحصائية الإدارة العامة للمرور في الجمهورية اليمنية لأحد الأعوام السابقة كما يلي واحد أكثر من 117 ألف حادث مروري اثنين وفاة أكثر من ثلاثة ألف ومية وعشرين شخص ثلاثة إصابة أكثر من سبعة عشر شخص والخسائر الاقتصادية قدرت ذلك العام بستة مليارات ريال وهذه بعض الصور التي توضح الحوادث المرورية الناتجة إما عن السرعة أو عن غياب الوعي المروري أو عن حدوث مشاكل وقصور في التصميم الإنشائي والهندسي للطرق والجسور. انطلاقا من الاحصائيات السابقه فانه من الضروري توافر جهود جميع فئات المجتمع والجهات الحكوميه والاهليه التي لها علاقه بالمنظومه المروريه للعمل سويا للحد من المشاكل المروريه واعداد متخصصين وفنيين في علم النقل والمرور. وذلك بغرض دراسه شبكه النقل وتطويرها وتجنب حدوث الحوادث المروريه التي تودي بحياه الانسان وكذلك ترهق الدول من الناحيه الاقتصاديه. لذا يجب على المختصين في الجهات المعنية بالنقل وهنا نعني بالجهات المعنية في النقل بالنسبة للجمهورية اليمنية هي وزارة الأشغال العامة والطرق ومكاتبها في جميع المدن بالإضافة إلى الإدارة العامة للمرور فعليهم إجراء دراسات لازمة لتحسين تحسين الطرقات وبحيث تكون آمنة في عملية استخدامها وبالتالي لنكون قد قمنا بعمليه تحقيق ما يلي: واحد التقليل من الاختناقات والحوادث المرورية، اثنين تسهيل حركة خدمة الطوارئ كالإسعاف والشرطة، ثلاثة رفع مستوى الخدمة المقدمة بواسطة النقل العام، أربعة تحسين مستوى الخدمة المقدمة بواسطة شاحنات النقل. أربعة تقليل معدل التلوث الجوي كنتيجة لانبعاث العوادم، وأخيرا تقليل معدلات التلوث السمعي الناتجة من المركبات. هذه أهم ستة أهداف يجب على الجهات المختصة تحقيقها وذلك من خلال النزول الميداني ودراسة شبكة الطرقات وتحديد المشاكل التي تعاني منها هذه الطرق والتقاطع الواقعة عليها. مفهوم هندسة المرور وتخطيط النقل. تعريف هندسة المرور وتخطيط النقل. Traffic and Transportation Engineering Definition. يمكن عزيزي الطالب تعريف هندسة المرور وتخطيط النقل بتعريفين هما على النحو التالي: التعريف الأول: هي تلك الطريقة التي تختص بالتخطيط والتصميم الهندسي لحركة المرور. في الطرق والشوارع وشبكاتها ومحطاتها والاراضي المجاوره لها وعلاقتها مع وسائل النقل الاخرى لتحقيق بيئه امنه وفعاله ومريحه لمستخدمي الطريق ونقل البضائع. وهنا عزيزي الطالب نقصد بمستخدمي الطريق المشاه او الراكب او السائق. والتعريف الثاني هو عباره عن علم يختص بالتعامل مع مكونات المرور ونظريات وقوانين تشغيله وعلاقة وعلاقته بتخطيط وتصميم الطرق هندسيا وانشائيا للوصول الى الى حركه سلسه وامنه وايضا بتكاليف قليله. اهميه هندسه المرور وتخطيط النقل ترافيك And transportation engineering importance. ان شده صعوبه المشاكل المروريه تجعل الكثير من الاشخاص العاديين يعجزون عن ايجاد الحلول الممكنه لها لذلك يتم اللجوء الى المختصين من مهندسين وفنيين للقيام بعمليه حلها وايجاد الحلول المثلى لها وهنا يجب الانتباه بانه لا يكفي ان نضع اشاره مرور او نزيد او نخفض من حدود السرعه او نضع المزيد من العلامات الارشاديه للسيطره على المشاكل المروريه ولكن يجب علينا القيام بالتوعيه المروريه لجميع مستخدمي الطريق وكذلك يجب على الجهات المختصه ان تبذل جهد مضاعف في عمليه تحسين شبكه الطرقات عزيزي الطالب هناك عقبات كثيره تواجه المهندس المختص في مجال المرور والذي يقوم في عملية بعمليه تطبيق المبادئ السليمه لهندسه المرور ومن هذه العقبات هي اعتقاد البعض بان كل شخص خبير في المرور وبالتالي ينتج عن ذلك وضع تعيس وسيء. حيث يتسبب باخطار مروريه عندما يتم تطبيق نظريات خاطئه لافراد او جماعات معينه لذلك يجب ان يعطى مهندس المرور المهني كافه الصلاحيات في عمليه دراسه الحاله الموجوده على شبكه الطرقات وايجاد الحلول المثلى لها لتجنب كثيرا من العوائق والعقبات والحوادث المروريه لا قدر الله وهنا سوف نستعرض بعض اسباب الحوادث المروريه التي يجب ان نتعرف عليها حتى يتم تجنبها اولا غياب الامان الأم والمتانه في المركبات ويتمثل ذلك عزيزي الطالب في وجود بعض المشاكل الميكانيكيه او عيوب في الهيكل الخارجي للمركبات بالاضافه الى اهمال رجل المرور لواجباته ويتمثل ذلك في اهمال بعض رجال المرور عملهم وانشغالهم بامور اخرى ويشمل ذلك ايضا نقص بعض اشارات المرور على جانبي الطريق ثالثا التصميم الانشائي والهندسي للطريق توجد بعض التصاميم الخاطئه كوجود منحنيات خطيره في الطرقات تعمل على حدوث الحوادث بالاضافه الى قله عدد الحارات الموجوده في مسار الطريق مما يؤدي الى عمليه الازدحام ايضا عدم وجود طبقات الرصف او اعمال الصيانه على الطرقات او عدم وجود السلامه على هذه الطرقات واخيرا الاحوال الجويه تلعب الاحوال الجويه عزيزي الطالب دورا كبيرا في حصول الحوادث الكثيره خاصه في فصل الصيف بسبب وجود الامطار والضباب والذي يؤدي الى عدم القدره على الرؤيه بوضوح لذلك فدور آه هندسه المرور تظهر في هذه الحاله من خلال الإرشادات والعلامات المرورية التي يجب عمليا توزيعها على جانبي الطريق لتعمل على عملية تحذير وتنبيه السائقين خلال هذه الأجواء السيئة عزيزي الطالب في نهاية هذا اللقاء سوف نسرد ملخص عام لمحتويات اللقاء حتى يتم ترسيخ المعلومات وتعم الفائدة العلمية من خلال الشرح السابق نكون تطرقنا إلى واحد استعراض وصف مقرر هندسة المرور والتخطيط للنقل. اثنين توضيح تاريخ علم هندسة المرور والتخطيط للنقل. ثلاثة شرح المشاكل المرورية التي ارتبطت بالطرق. ورابعًا تعريف علم هندسة المرور وتوضيح أهمية هذا العلم. وأخيرًا تحديد المهام المتعلقة بالجهات المرتبطة بهندسة المرور. عزيزي الطالب يوجد مرفق خاص بأسئلة التقويم والتكاليف التي يجب أن تقوم بها حتى يتم ترسيخ المعلومات التي ذكرت في هذا اللقاء وتعم الفائدة العلمية يجب تسليم ما تم ذكره في هذا المرفق خلال أسبوع من تاريخ هذا اللقاء على الإيميل الموضح على الشاشة وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته